ويعاني سكان حارة الجامعة في مدينة صعدة من آثار القنابل العنقودية التي أسقطها عليهم العدوان السعودي قبل 4 أيام، حيث نزح العديد منهم خوفا من وجود بعض منها لم تنفجر. ضربت عندنا القنبلة العنقودية. يعاني أبناء حارة الجامعة في مدينة صعدة من آثار قصف مقاتلات العدوان السعودي تلك الحارة بقنابل عنقودية تساقطت على منازلهم وعلى أسوارها والطرقات والخطوط الإسفلتية. أغلب أبناء هذه الحارة نزحوا إلى أماكن أخرى خوفا على أطفالهم وأسرهم من الإصابات الخطيرة والتي تتركها تلك القنابل إما بالوفاة وإما بالإعاقة الدائمة. يعني قنابل صغار على مراوح طرحت منها واحدة لهنية واحدة للمنزل دي الثاني، والمهم لك انها رعبتنا بصراحة، يعني ضربة كبيرة ما كنا متوقعين لها. انا قلت ان قد احرقوا صعدة بالكامل. هنا في هذه المنازل والتي تركها ساكنوها عندما هاجمتهم مقاتلات النظام السعودي بقنابل عنقودية لا ترحم، سقطت حتى في خزانات المياه وداخل المنازل وعلى الأرصفة. كانت ليلة دامية كما يصفها أحد الساكنين، ليلة مخيفة على أطفال ونساء هذه الحارة بل وعلى كامل مدينة صعدة من أصوات انفجارات تلك القنابل. ضربونا هنا عنقودية عندنا وفجعوا المواطنين والمساكين، إن شاء الله نبدل في جيزان وفي نقران أكثر من ته. ما زال الأطفال هنا يخافون من الخروج من المنازل ممن تبقى ساكنا هنا في هذه الحارة، حتى في النهار يخافون من الخروج لما سمعوه ورأوه تلك الليلة عندما أسقطت عليهم القنابل العنقودية. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.